فنروح للجوال مشاهدي الكرام. يعني احنا قاعدين نستفيد منه في حياتنا، لكن يقولون ان الجوال مصيبة عظمى، مش مصيبة بس، عظمى قبل ان يكون نعمة. مين اللي قال؟ خلينا نتابع. الجوال نعمة عظيمة ومصيبة عظمى، صحيح. سيء للمعلومات هذا، ترى ما يتم ذهنك، الذهن يحتاج إلى تفريغ، يحتاج إلى تفريغ. أما إذا جعلت نفسك كذا منفتح لكل شيء يأتيك، أنت بتخلي مجال لفكرك لدماغك يفكر بالأشياء الجديدة، صحيح. يعني حتى أحيانا ألقى مثلا زي طريق السفر، واحدة من الأشياء اللي يعني اللي يخليني أحب أني أسافر بر، يعني في ناس تقدر تسوق وتمسك الجوال، بس إذا خليت الجوال على جنب وما في شيء يشغلك، يعني هي صحراء ممتدة، صحيح، فتجلس توجس، يعني هذا هوجس هسا ولادة بالضبط. بالضبط، هذا مهم جدا. عاد وقت الفراغ، أنا عندي طقوس في الذهاب للدوام. شوف زحمة الرياض الحين كيف صارت الأمور. ولهذا يمكن إذا أردنا أن ننظر إلى جانب مشرق، إلى الجزء الممتلئ من هذا الكوب، فإنه يمديك تسوي أشياء في السيارة. لكن إذا الجوال هذا صار هو أداة الترفيه، ما تقدر تسوي شيء. فسبحان الله، أنا في الطريق عندي بعض الطقوس، تبدأ بورد، يعني هذا ربع ساعة، ثم أشتري قهوة، لأن الطريق ترى طويل، يمديك تسوي أشياء كثيرة. تخلص كتاب، الله المستعان. ثم استمع لكتاب او محاضره او كورس، وسبحان الله وجدت في هذا النفع عظيم جدا جدا جدا. اهم شيء لا ينشغل، لاني جلست فتره انشغل في الجوال، وسبحان الله جاني ضيق عجيب، لان ما تحس نفسك سويت شيء. لكن اذا قدرت انك تنظم هذا الوقت اللي هو يعتبر وقت ميت، ما تقدر تسوي فيه شيء، ففيه نفع عظيم جدا جدا جدا، وتوفر على نفسك 500 ريال.